ونكمل وياكم حفل توزيع الجوائز، ويانا جوائز كلش هواية. والجائزة الأولى تذهب إلى فنان انعرف بطاقته الإيجابية وضحكته الحلوة، أكيد عرفتوه بالضبط، هو الفنان جبار أبو دميعة. مشكورين 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 على هاي الجائزة. يعني الصراحة الواحد يعني من ياخذ جائزة من بلده يعني فد موضوع يعني كلش مشرف. بس هاي شنو هاي؟ شنو هاي؟ شنو هاي؟ عبالي دولارات بي الظروف منطينا شيء. شاول الفنان العراقي ليش محارب؟ حتى بالجوائز باعش منطيني باعش منطيني غير تحطوا لي بي اوراق شيء. انا قلت اليوم ارجع بجيبي دفتر، يعني هو مهرجان وصارفين عليه ورعاة ودنيا وميوزة وأكل وعادة ورباطات وتالي متالي. هاي هاي الفنان العراقي، هاي نهايته. هاي بوين اكتبوا المهرجان هسا؟ هاي الحديدة من نايمة براسك. كا حد يقول لي ليش؟ كا حد يقول لي ليش؟ أما أريده فقر 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 فقر. شكرا شكرا للفنان جبار أبو دميعة. نكمل لكم حفل توزيع الجوائز ونذهب إلى فنانة تشعر دائماً بمحبة الزملاء وتؤمن بأن الفن تعاون، هي الفنانة الرائعة سميرة أم الموس. شكرا جزيلا لكل الحضور ومساء الخير عليكم ان شاء الله. طبعا حابه اشكركم من كل قلبي لانه منحتوني هاي الجائزه اللي خلتني اكسر عين شكوى وحده بيوم من الايام اتحدتني وحطت راسها براسي. احب اقول لها بالنهايه اني اللي اخذت الجائزه، افتهمتي حبيبتي؟ وانتي وهاي اللي تمشين وياها حبيبتي خاف على بالك تطلعين وياي بمسلسل مره اللوخ اقلب المسلسل على راسي جتي والمخرج، افتهمتي لولا؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للفنانة سميرة أم الموس. شكرا، قدرين ترجعين المكان. شكرا جزيلا إلك. الآن نذهب إلى فنان جبار استطاع أن يتحدى كل الصعاب دون معرفة أحد ودون مساعدة أحد، هو الفنان فرحان أبو شكوى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شكرا شكرا شكرا. واخيرا واخيرا الفن قدرني من بعد سنوات خدمت الفن بيها، من بعد سنوات صرفت من جيبي على الفن، تاليها يجي شعيط ومعيط وما حد يدز علي بعمل. اي بس الحمد لله والشكر مهما يسود الظلم الله ينصفني بعدين. الحمد لله والشكر. شكرا لكم شكرا لكم شكرا. شكرا للفنان فرحان، ومثل ما تشوفون دموع الفرح اكيد. الان نذهب الى فنان استطاع ان يحير الجميع بازياء باسلوبه بثقافته بادبه. الان نكرم الفنان زيكو المغرور. مشكورين. دوم حاسبين نفسكم دا تسلمون جوائز؟ اني مستلم جوائز عالميه، اني سموني ابو الجوائز، يا الباتشينو يا براد بيت. اني صح حتى بالعراق يمكن ما حد شايف لي مسلسل ولا مسرحيه ولا فيلم ولا اصلا تعرفون اني شو اشتغل، بس اني اللي ما اتكرر فلتت زماني. على فكرة أنا أصلاً هوليوود يدزون عليه وأني ما أروح، تجون أنتو وتقيموني
دي روحوا. نأتي إلى نهاية حفل توزيع الرزايا الجوائز، شكرا لكم وإلى اللقاء.